نتمنى ان شاء الله ان شاء الله يا ربي العباد تتبدل تولي تحب الخير لبعضها، خاطر العباد ولات بصفه غريبه تتمنى الشر لبعضها. وكهو نتمنى ان شاء الله، عندي امنيات ان شاء الله يتحقق، وسيرتو العباد اللي خرجوا من حياتي ان شاء الله ما يرجعوش يشوش معايا 2023. وكهو ان شاء الله الفامي كل لاباس، وصحابي زاد لاباس. ان شاء الله يا ربي تنقص شويه الاسعار، خاطر الشعب التونسي ما عادش ينجم بالحق، ما عادش ينجم، الشهريه ضعيفه والاسعار عاليه، هذا من تمنيته بيتبدل وضع البلاد، وان شاء الله العام الجديد احسن. نتمنى الصحه والعافيه ليا ولولادي ولعائلتي، ونتمنى الجزائر ان شاء الله وتونس والمغرب كامل يكونوا خاوه ويتنحى العداوه بيناتهم كلش. نتمنى النجاح في قرايتي، وربي يخلي لي عائلتي وماما، بلادي مستقرة وحرة. في 2023 نتمنى النجاح في الدراسة لبناتي، ونتمنى يا ربي تونس وتزاير تكون مستقرة وهانية وآمنة يا ربي. أنا نتمنى في 2023 كل خير للأمة لكل الكرة الأرضية، نحب الحياة، نحب الدنيا ترخص، نحب شبابنا يعيشوا عيشة مزيانة مزيانة مزيانة. نحن الحمد لله عشنا الحمد لله ونرضاو بالبي وبالخايب، أما أنتم الشباب تحبوا الحاجة المزيانة، كيفكم أنتم ماذا بيكم حاجة باهية، ماكلة باهية، اللبسة باهية، تعيشوا عيشة مزيانة، الخدمة، وفرونا الخدمة الخدمة الخدمة. احنا تطلعاتنا وامنياتنا نتمنى ب 2023 انه يتم بالهناء وبالخير لتونس ولجميع الدول العربيه، هذا اللي نتمنى. والله على جميع الصعيد الشخصي بطبيعه الحال كل بشر عنده امنيات، هو في الحب ثم باش يعرس ثم باش يبني دار ثم باش يخرج للخارج وكذا. بالنسبه لي انا ان شاء الله نتمنى الخير للبلاد كامله، ونتمنى باش انا نترفه يوما ما، وباش ينوب عليا ربي، وباش نلقي علاقات طيبه كسيادتكم وكغيركم وكذا، ونلقي مستثمرين، لانه نتمنوا الخير لتونس ونتمنوا الدعم لتونس، هذا اللي نتمنوه. انا نتمنى كل خير للامه العربيه، والحاجه وين الحاجه الوحيده اللي نتمناها بالضبط بالضبط، نتمنى الشعب التونسي كتله واحده، نوليو ما عايش لا نحكيو لا على اوروبا لا نحكيو على درشنية ولا نحكيو كان على تونس، وتحبها تونس انت ولا تشيخ على تونس وتحب ماذا بيك تونس، فهمتني زاهية ونايرة، يلزمنا يد واحدة. طلعات عام جديد ان شاء الله يطلعنا بخير ونعمة، ويفك علينا هذا الوباء ساعة تاع الكوفيد وهالمرض وهالجريب هذا اللي يردوا يعملوا له فزرار. انا جزائري جيت نحوس في تونس، كاين برشا صوالح شابين، ونتمنى ان شاء الله بربي 2023 يدخل علينا بخير، ويدخل على امه محمد المسلمه بخير. والله قاعدين نحضروا في الاجواء وكل شيء، ونتمنى العائله الكل بخير، ونتمنى البلاد تتحسن اكثر كي من تو، ونتمنى التفوق في دراستي ويفضل الدار وكل شيء، وتكون الدنيا بخير معناها.